أنا بيكم في مراجعة جديدة من مراجعات أبو الخير على السخان للمكتبات والأماكن اللي ممكن تذاكر فيها وتقرا فيها وتكون هادية. المكتبة بتاعت النهاردة مكتبة على طريق صلاح سالم اسمها مكتبة مصر الجديدة العامة. أول حاجة أنت محتاجها هي إنك تخش ببطاقتك وهتخش جوه في بحر من الكتب حرفيًا، كتب متنوعة وفي كل الأقسام. وأول قسم دخلته كان قسم علم النفس وكان فيه كتاب كويس جدًا لألفريد أدلر وشكله حلو ممكن أقراه في المستقبل. وبعد كده دخلت أقسام تانية زي التاريخ والفلسفة والأدب، كان في حاجات مختلفة وصعب إنك تلاقيها في مكتبات تانية. في ميزة كبيرة جدًا في المكتبة دي هي إنها متنظمة بشكل كويس جدًا ومش هتحس إنك حتى لو انت رايح لاول مره، فالتنظيم بتاع المكتبه بيحسسك ان المكان بتاعك. المنطقه بتاعت المكتبه والشجر اللي فيها والمنطقه عامه لطيفه، بتساهم انها تديك احساس هدوء وتركيز انت محتاجه عشان تشتغل. ولكن المكتبه دي للاسف فيها عيب، وهي انها متقسمه لدورين، والدور اللي فوق بيبقى فيه كتب وفيه اضاءه طبيعيه، ولكن الدور اللي تحت ما بيبقاش فيه اضاءه طبيعيه تماما، فده بيكون شيء مش كويس قوي في المكتبات. بس لغايه دلوقتي دي افضل مكتبه عامه رحتها في القاهره، ولكن يا ترى هل في افضل منها؟ عايزكم تقولوا لي في الكومنتس اكتر مكتبه عامه بتحبوا تروحوها في القاهره، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنتس.